أهلا وسهلا. أولا نتكلم عن هذا المشروع، وأنا كنت أتحدث معك قبل هذا اللقاء، ما هي قيمة المضافة من لبناء مصفاة في الصين؟ لماذا في الصين؟ بالنسبة لنا مؤسسة البترول وشركة الكي بي آي اللي هو تعنى بتطوير داون ستريم، ما يسمى بالداون ستريم خارج دولة الكويت. استراتيجية مؤسسة البترول خارج دولة الكويت بالنسبة للمصافي ومحطات البنزين والبتروكيماويات تتركز بالاستثمار في الدول التي تتميز في النمو من ناحية استهلاك المنتجات البترولية والبتروكيماوية، وهذه الدول تتركز على الدول هذه الآسيوية، تتركز في الصين وفيتنام بالنسبة لشركة الكي بي آي. يعني المصفاة ستكون في مكان حيث يوجد السوق الكبير طبعا لمستخرجات النفط، البنزين والديزل. نعم، وأن تكون يتم استهلاك هذه المنتجات في السوق التي تنتج فيها هذه المنتجات. حدثنا عن الاتفاقية المبدئية اليوم، شركة توتال ستكون شريك مع الحكومة الكويتية، الحكومة الكويتية 50% والحكومة الصينية 50%، شركة توتال نسبتها 20%؟ هو نعم 20% شركة توتال، وأنا أحب أوضح أن اتفاقية بين شركة الكي بي آي والبي آي سي وتوتال وليس مع الحكومة الكويتية. الفكرة أن احنا بالنسبة لنا حصلنا على الموافقة النهائية من الحكومة الصينية، هيئة الإصلاح والتنمية، لبناء مجمع مصفات، يتكون مصفات مجمع بتروكيماويات وكذلك محطات لتوزيع الوقود. المصفات هذه تنتج أو تكرر 300 ألف برميل من النفط الخام الكويتي، ونسبة وحصة دولة الكويت أو حصة كي بي آي تبلغ 50%. من هذه 50% سوف تمنح الكي بي آي 20% منها إلى شركة توتال، مقابل أن طبعا هم يدفعون حصتهم للحصول على هذه الحصة، يدفعون لها، وكذلك لهم قيمة مضافة من ناحية جلب التكنولوجيا، خبرة إدارة عمليات المشاريع، إدارة مشاريع البتروكيماويات والمصافي، وكذلك الخبرة التي اكتسبوها في العمل في الصين. شركة توتال عندها عمليات قائمة في الصين في مجال البتروكيماويات وكذلك مجال المصافي ومحطات البنزين. حضرتك ذكرت لي قبل هذا اللقاء انه شركة توتال الفرنسية لا تستطيع دخول السوق الصيني بدون تذكرة الكويت، هذا صحيح؟ نعم، وتذكرة الكويت ليش اقول عن تذكرة الكويت؟ الكويت دولة عندها مصادر نفطية، عندها نفط خام تقدر تورده الى الصين. هذا الصين قبلت بالكويت، والصين طبعا الكويت نعم، علشان كذي قبلت في الكويت، لان عندنا ففي يعني موضوع وين وين، الصينيين يربحون واحنا كشركه نربح، ان نسوق نفطنا وكذلك نضيف عليه قيمه مضافه من خلال بناء المصفاه ومجمع البتروكيماويات. حصلنا على الموافقه النهائيه لان احنا عندنا نفط خام، دخلنا شركة توتال معانا بالمشروع. الصينيين عادة يطلبون من أي شركة أنها قبل دخول الصين يطلبون منهم ما هي القيمة المضافة لهم. يعني الحين الوقت الحالي الشركات العالمية لا يجدون الصينيين لهم قيمة مضافة كبيرة إلا ما ندر. أنا بشكر حضرتك جدا على هذا اللقاء ونتمنى لكم التوفيق. شكرا. كما